الو، هاي بالمعتز، لو سمحت كنت حابه اسالك، عندك خدمه توصيل؟ طب يا فندم كنت عايزه اطلب منك الحاجات دي. معاك يا فندم. معاك ينيلك يا بودي خطك وحش. لا 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 يا فندم، لا مؤاخذه مش مع حضرتك. اوكي انت جاهز؟ طيب اول حاجه عايزه 2 كيلو لانشون. تمام يا فندم. عندك سوسيس؟ عايزه 2 كيس سوسيس. 2 كيس. تمام. ايه اخبار النودلز؟ تمام. عايزه 10 اكياس مشكل. من كل نوع كيسين. تمام. ايه اخبار البسطرمه؟ في بسطرمه النهارده؟ مفيش طازه؟ خلاص يا فندم بعتلي كيلو، وبعدين نبقى لما الطازه بقى تيجي نجيب 2 3 كيلو. تمام. ايه اخبار الصوصات عند حضرتك؟ صوص باربيكيو؟ ابعتلي ازازه صوص باربيكيو. بس كده يا فندم، شكرا جدا. ثواني يا فندم كده، ثواني يا بودي. عايز حاجه من السوبر ماركت حبيبي؟ عايز نوتيلا؟ مش انا امبارح جايبه لك كادبوري؟ ثانيه يا فندم، ثانيه، مش انا امبارح جايبه لك 2 كادبوري؟ صاحبك بيغيظك في الفصل؟ خلاص يا فندم، عايزه 3 علب نوتيلا. يا فندم انت مالك يا فندم؟ بيقول لك بيغيظه في الفصل صاحبه، هات له 3 علب نوتيلا. طيب عندكم عروض لحاجات تانية ولا لا؟ الهوت دوج عليه عروض؟ لا لا خلاص. طب هات لي 3 كيس. في حاجة تانية عليها عروض عندك ولا لا؟ عندك عروض على مرق الدجاج؟ ايه ده يا فندم، انت حضرتك متعرفش ان مرق الدجاج دي خطر جدا ولا ايه؟ اهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. لو انت جديد في القناه ما تنساش تعمل لايك للفيديو، وتنزل تحت وتعمل سبسكرايب في القناه، وتفعل علامه الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات اول باول. الحقيقه من فتره عملت فيديو واتكلمت فيه عن النودلز، هتلاقي اللينك هيطلع فوق، تقدر تشوف الحلقه لو انت ما شفتهاش قبل كده. ناس كتير جدا طلبت مني بعد الحلقه دي ان انا اتكلم عن رايي في المرقه، او ان انا اقول لهم المرقه دي هل فيها ضرر ولا لا. تعالوا نفهم فكرة المرأة وإيه اللي طلع على المرأة، وهل الكلام ده صح ولا غلط. المرأة بكل أنواعها، سواء مرأة دجاج أو مرأة خضار أو مرأة لحمة، التلاتة انتشر عنهم بوستات كتير إن هما فيهم سم قاتل، إن هما بيعملوا سرطان، بيعملوا أمراض خطيرة. بلاش يا جماعة، بلاش بلاش. فالناس بقى عندها قلق من استخدام المرأة، وبيهم مش عارفين هل فعلا المرأة دي خطر ولا ده مجرد كلام. طيب تعالوا نعرف الكلام ده طلع ليه. الكلام ده طلع عن المرأة بسبب مادة موجودة في المرأة اسمها مونو جلوتامات صوديوم، او احادي جلوتامات الصوديوم، او MSG، او E621. حد يقول لي يا دكتورة كل دي مواد في المرأة؟ لا، هقول لكم كل دي اسماء لنفس المادة. يعني هي نفس المادة بتتقال بكذا اسم، ممكن تتقال مونو جلوتامات الصوديوم، ممكن تتقال MSG، ممكن تتقال E621، لكن كل دول هم احادي جلوتامات الصوديوم. طيب بقى ايه هي المادة بتاعت مونو جلوتامات الصوديوم اللي عاملة القلق دي؟ مادة مونو جلوتامات الصوديوم دي هي مادة معززة للنكهة، او بتزود احساسك بطعم الحاجة. ليه؟ لانها بتأثر على المستقبلات العصبية عندك، فبتلاقي انه زاد احساسك بالطعم والنكهة بتاعت الحاجة تقريبا 7 أو 8 اضعاف من لما تكون عامل الحاجة بشكل عادي. بمعنى انه مثلا انا لو عاملة شوربة في البيت، وعاملة شوربة لحمة وحط لها بقى بهارات وبصل وكده، ودقتها هحس بطعم تمام كويس، لكن لو اخدت المرقة يعني وحطيتها في الاكل، هلاقي ان انا زاد احساسي بالطعم تقريبا ل8 اضعاف. فهي دي فكرة مونو جلوتامات الصوديوم، هي مواد معززة للنكهة. طيب المواد دي بنلاقيها موجودة فين؟ اول حاجة طبعا موجودة في النودلز بكل اشكالها، تاني حاجة موجودة في الصوصات اللي احنا بنستخدمها في الاكل، اي صوص بتشتريه طبعا بيبقى فيه لازم المادة دي، ده غير انه بيبقى موجودة في الشوربة البودرة اللي انت بتشتريها من اي حاجة، يعني اي شوربة بودرة بتلاقيها لازم بيكون فيها المادة اللي يعني بتزود النكهة دي برضو، ده غير اللحوم المصنعة بكل اشكالها زي اللانشون والسوسيس والهوت دوج، كل الحاجات اللي انت بتجيبيها دي فيها هذه المادة المصنعة. يبقى المادة دي مش مقتصرة بس على المرأة، مش موجودة بس في المرأة، لا دي موجودة في حاجات كتير جدا بتدخل فيها.
طيب يا دكتورة انت بتتوهيني ولا ايه؟ ما انت ما قلتليش برضو هي المادة دي ضارة ولا مش ضارة. تعال اقول لكم. اول حاجة الابحاث شغالة طول الوقت على المادة دي لغاية لما وصلوا لنتيجتين مميزتين جدا. اول نتيجة ان هو هيئة الغذاء والدواء الامريكية وهيئة الغذاء والدواء السعودية وكمان حتى الحكومة الكندية التلاتة وصلوا لاني المادة دي مفيش منها اي مشكلة في الطعام وهي مش بتأذي ولا حاجة، فانت مفيش مشكلة ان انت تستخدمها بشكل طبيعي وبشكل معتدل، مفيش منها اي مشكلة. تاني حاجة ان الافراط في المادة دي استخدمها بشكل كبير جدا او بشكل زيادة جدا ده ممكن يؤدي لضرر، بس على فكرة مش السرطان برضو. انا هقول لكم ايه الاضرار اللي ممكن تعملها المادة دي على المدى الطويل. ايه بقى الاضرار؟ اول حاجة ان المادة دي تعتبر احد املاح الصوديوم، فطبيعي انها تكون بترفع شوية في الضغط، فالناس اللي بتعاني من انها عندها ضيق في الشرايين او اللي عندها امراض في القلب او عندها ارتفاع في الضغط الدم طبيعي المفروض ما تزودش من الحاجات دي، يعني تستخدم استهلاك عادل. دي حاجة. حاجة تاني انه في ناس اصلا عندها حساسية من المادة دي، يعني بمجرد ما بياخد اي حاجة في المادة بيتعب. هي المادة مش مسرطنة او هو ما حصلوش حاجة كده، لا هو جسمه فيه حساسية من المادة دي، فبرضو الاشخاص دي يعني يعتبر ما ينفعش. لو انت حصلك مثلا ان انت خدتها وتعبت او حسيت ان انت باي ارهاق خلاص ما تكملش فيها لان انت كده عندك حساسية من احد المكونات. تمام. يبقى دلوقتي الفكرة بتاعت المادة دي انه الاستهلاك العادل او الاستهلاك المعتدل او الاستهلاك الطبيعي ما فيهوش اي مشكلة ان انت تستخدمي المرقة في الاكل، ده مش بيعمل سرطان ومش خطر ومش اي حاجة. زي ما قلتلك انه انا حسب لكم تحت اراء الهيئات اللي انا اتكلمت عنها عشان يبقى الموضوع موثق وتقدروا تدخلوا تطلعوا عليه علشان تتاكدوا انه ما فيش اي مشكله من الماده دي. كمان على سبيل المثال زي ما قلت لك انه الام اس جي او المونوصوديوم جلوتاميت داخل في حاجات كتير، فانت مثلا في يومك يعني مثلا ما تبقيش واكله لانشون ومش عارفه بعدين هتاكلي سوسيس وبعدين هتاكلي نودلز وتاخدي كل الحاجات اللي فيها مونوجلوتامات صوديوم في اليوم، يعني نحاول بقدر الامكان نبقى في اعتدال او يعني ناكل بشكل معتدل مش نلخبط او مش ناخد كل الحاجات اللي فيها حاجات مصنعات وحاجات مكسبات طعم وحاجات يعني صناعية. نحاول ان احنا نعتدل ونزود في الاكل الطبيعي سواء بروتين سواء خضار والحاجات دي، والحاجات التانية نحاول يعني نستخدمها بشكل طبيعي. اتمنى في نهايه الحلقه انها تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، شاركوا الفيديو مع اصحابكم، وخليني دايما اسمع ارائكم واسئلتكم في الكومنتات، واشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله. باي باي.